استاذ معتز، الحمد لله انا ومصر بخير وانت بخير يا حبيبي. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور ايمن؟ الدكتور هاني سري الدين اهلا وسهلا. اهلا بيك دكتور ايمن. ودكتور معاذ عبد الكريم بيرسل لك التحيه يا دكتور ايمن. العزيز الدكتور معاذ الفاضل المحترم، انا دايما اهنيك على صحبتك، لكن النهارده تحيه خاصه لكل ضيوفك يا استاذ معتز. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، المشهد بعد الحمد لله اليوم مر بسلام، كيف ترى، خلينا نقول وماذا بعد؟ خلينا نقول وماذا قبل. وماذا قبل؟ طب اتفضل ننتقل لما بعد. اتفضل. قبل ضيوفك الاعزاء كانوا شهود دائما ان كان في جهد مشترك بيننا وبينهم ومع اخرين لتوحيد الصفوف وتوحيد الميدان، وان يكون هناك منصه واحده او لا تكون هناك منصات. والحقيقه هذه الجهود لم تنجح، لكن الشعب نجح، والشعب فرض يوم عظيم وفي غايه التحضر، والناس اسقطت الرهان على كل المخاوف وكل الهواجس اللي كان بيروج ليها من حريق القاهره والمؤامره الكبرى وغيرها وغيرها. الناس النهارده هم البطل الاكبر. أيوة. وده اللي ينقلنا لما بعد، ان الناس هتبقى هي البطل الاكبر، وان الشعب وارادته هتنتصر، وان كل المطالب التي يطلبها الشارع في مصر والتي يطلبها الميدان ستتحقق. ومهما كان المزايده ومهما كان التشويه الاعلامي والتفريغ للثوره من مضمونها، الثوره ستنتصر والشعب سينتصر وستنتقل السلطه الى سلطه مدنيه. وانا بقول ان المشهد، وانت بتسال هل هو في تزايد ولا في تناقص، انا يعني غادرت التحرير منذ وقت قليل، الاعداد في تزايد، وحتى لو تناقصت ستتزايد مره اخرى ومرات اخرى الى ان تتحقق مطالب الثوره. وانا بتمنى من المسؤولين ومن الجهات التي يناط بها الاستجابه لمطالب الثوره الاولى والثوره الثانيه ان يستجيبوا ولا يضيعوا وقت مصر ودم مصر واعصاب المصريين اكثر من كده، وننتقل الى مرحله جديده نتمنى ان تكون افضل من العام الماضي. مع الاعتصام ولا مع الذهاب والعوده مره اخرى مثلا يوم الجمعه؟ انا مع الجماعه الوطنيه، مع القوى الثوريه، وكل ما تقرره نحن معهم. وكان قرار حزب غد الثوره اليوم انه بينضم لقرار الجماعه الوطنيه، بينضم لقرار القوى الثوريه، ويتضامن معها تضامن كامل. ايا كان القرار. ايا كان القرار، وحتى ولو كان القرار هو الاعتصام حتى يوم الجمعه او غيره. الخوف دايما، المشاكل لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله بتبدا بعد نقص الاعداد يا دكتور ايمن. الايام التي تتميز بالزخم والعدد الكبير صارش فيها حاجه، لان العدد بيخلي اي حد يفكر ألف مره قبل ما يعمل اي حاجه. ولكن في حاله قله الاعداد مثلا، مفيش اي تخوف من ده؟ عايز اقول لك على حاجه، انا مش متخوف، رغم ان في هواجس مشروعه حول يوم 29 وحول يوم 30 والكلام الخاص بمساله ان هيحصل بقى مواطنين شرفاء يبتدوا يتصدوا للمتظاهرين غير الشرفاء او المعتصمين غير الشرفاء، الكلام اللي حدث قبل كده في محمد محمود وفي مسيره واللي حصل بعد كده في مجلس الوزراء. طبعا احنا في الجانب غير الشرفاء من زمان، غادرنا موضوع المواطنين الشرفاء دول من قبل الثوره يا معتز. احنا وانت الحقيقه محبتنا الخاصه ليك ليست فقط محبه لشخصك، لكن محبه لمواقفك قبل الثوره. ربنا يخليك. الحقيقه الموقف المعياري اللي احنا بنقيس بيه مواقف الناس هي موقفها ايه قبل الثوره مش بعد الثوره. فانا عايز اقول لك ان انا بحذر من التورط في مثل هذا المسلك، لان هو ده اللي حصل النهارده الى ثوره ثانيه. اذا حاولوا الاعتداء على عدد قليل او كثير من المعتصمين هتتحول المساله لثوره جديده. وانا بقول لهم ارجوكم تعلموا من اخطائكم، واياكم وان تقربوا او تمسوا حريه الناس في الاعتصام، فليعتصم من يعتصم وليعبر عن رايه بالطريقه التي يراها، ثم على الدوله ان تحمي هذا الاعتصام ولا تعوق طريقه او تتعرض ليه بالعنف اللي ممكن يؤدي الى موجه جديده من الغضب نتمنى الا تحدث. دكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثوره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتهانينا المؤقته طبعا في ذكرى الثوره الاولى حتى